وصلتك على محمد شرق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها والرضا على ابو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولادها بسم الله نبدأ القول يا حضار خذوا هذه القصة نعيد خبرها الحديث موجود في كتاب الجبار في سورة سيدنا يوسف يا ناس قريتها نبدا بيعقوب هجر على خوه من الدار ومشى لفلسطين عند خالته زارها رحبت بيه خالته بدون غيار حتى كبر وتزوج بالراحل بنتها الراحل زيدت بيوسف يا حضار يعقوب غايب في شام يتاجر في سوقها مهاجر على بيته ما عنده شي خبار معلم بداك اليوم نهار نفاسها حتى نزل سيدنا جبريل بإذن القهار قالوا زوجتك بالصابي الله غناها سماه الله يوسف جيتك بالشار والزين سماوات لها وهبها سيدنا يعقوب أحمد وشكر مولانا الجبار ورجع فرحان لزوجته هنا لها متمتع بزين يوسف ليل ونهار ودعا الله يمنعه من المحن وشقها عام بعد زاد بنيامين خوه يا حضار فرحت به الراحل وفرح زوجها يوسف بلغ 6 سنين في العمار توفات الراحل ما انتهت ايامها احزن سيدنا يعقوب ودموعه تسيل في المطار ودعا الله في دار نعيم يسكنها يعقوب ما قدر يقوم باليتامى حار صاب مرأة من أرض كنعان وخداها قالها اتهلي لي فهاد لي تما صغار حشمة بالله وبيهم كلفها سيدنا يوسف بلغ 12 نعام كبر وشطار شاف 11 كوكب في الشمس وقمرها في المنام ليه ساجدين وراكعين للمسرار أقصد باباه عندك الرؤية وعدها قال له يا ولدي بلاك تبوح بالإسرار ونوصيك على خوتك لا يسمعوها الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها بلاك تبوح بالإسرار ونوصيك على خوتك لا يسمعوها سمعوا خوته بالمنام وخدوا عليه قرار عزموا يفنوا هكذا الأمر ينتهى صابوا حرف الباباهم وقالوا بالتنكار يوسف ندهون على المفسدة وحكمها قالهم خايف ياكلوا الذيب بالغابة المشرار وترجعوا بلا بيتيت وما ننساها قالوا له يا بابا ما تخافش من الخطار لازم عليه أمر سيادة يقراها
يا بابا حشمناك بالله مولانا القهار نضمنوه وحياته من البلان حموار قالهم خدوه وعلي حلنوا مليح البزار خايف من الغدر ديك السيادة واختارها ركبوا على الخيول ومعهم يوسف المسرار في طريق اتفقوا عليه باش أمره ينتهى منين وصلوا للغابة وبعدوا عن الدار السواد تقلوا بخاوته وقوات حماقها قالوا له انزل نفنوك قالوا له انزل نفنوك ونرموك للقفار ترتاح قلوبنا من الغيرة ومحنها ربطوه ويعذبوا فيه ربطوه ويعذبوا فيه ويضربوه بالحجار رموه في بير وقالوا الموت متلقاها ولا وخاوتوا ليعقوب باكين بالجار وقالوا له يا بابا اخبار يوسف كيف نعيدوها كلاه دي بالغابة وهرب بين السجار خلا غير قمشتو ليك جبناها باش تكون ليك دليل ليه ماذا صار اسهينا على يوسف وصيتك نسينا اتغشى يعقوب وبدا ينوح ودموعه غزار ارق خياله وحياته الحزن فناها القوت من فراق وليدو يوسف ارجع له مرار وعيونه من البكا الظلام كساها يوسف قعد في البير تلت ليالي ونهار وفي الرابع جزت القافلة بخيولها شافوا البير وقالوا نرتاحوا من الستار هذه أرض الله نشربوا من ماها أرموا الدلو يطلعوا الماء بلا غيار طلعوا الدلو ويوسف معلق فيها سبحان الله الذي لا تخفاه سرار نجا يوسف من الموت وحياته حماها الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها دهشوا حين ظهر يوسف المسرار قالوا له حنا سلكناك من البير وغمقها نديوك للمصر ونبيعوك بالدينار وإلا بشي درهم إذا كنت سواها وصلوا للمصر وفي السوق برحوا بالجهار شراه العزيز والقافلة سارت في حالها بثمن درهم خلصوا الداه للدار رئيس الوزارة في مصر وحكمها قال لزوجته الغلام شريته هذا النهار أمريه وشروطك لازم عليه يلبيها فرحت زليخة زوجة العزيز يا حضار الزين وجمال يوسف في دهشة خلاها قعد يوسف خديم ليهم بدون شعار حتى بالخمسة وعشرين عام بتمامها زين يوسف قوى ويسلب جميع الانظار سلب مرت العزيز نساها في شغالها جلسة قدامه وتراقب فيه طول النهار تكلموا بالمعاني وتعبر له بشواقها حتى وصلت وين أغواها بليس الغدار بالفحش والمنطر على يوسف أمرها سيدنا يوسف نعل بليس المشرار تبت زليخة على فعلها ونهاها من الحشمة وجه يوسف ادبل وسفار خايف من الله والفضيحة وخلاصها حب يخرج مانع وفاتح باب الدار شدته من الخلف وقماشته وقطعتها حب يخرج مانع وفاتح باب الدار شدته من الخلف وقماشته وقطعتها حين خرج من الباب وهارب من العار
يوسف صار قدام الوزير زوجها قال زليخة هذا الرجل غدار رادي لعب شرفي وحياتي حطمها. قال يوسف انقسم بالله مولانا القهار انا بريء من زوجتك واختيانها. الوزير اتوسوس وركب وشك وحار قال نشوف الحكيم على زوجتي وقضاها. قال جيبوا لي يوسف في الحين كان حذار القمجة من قطعة من الخلف الحكيم شافها. قال الحكيم للوزير خود هذا الخبار هذا دليل القضية وقرارها. يوسف كان هارب من البلا وخارج من الدار وزوجتك مسكاته من القمجة قطعتها. الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. قال الحكيم الوزير خود هذا الخبر هذا دليل القضية وقرارها. يوسف كان هارب من البلا خارج من الدار وزوجتك مسكاته من القمجة قطعتها. راه باري من عمله ما عمل حتى عار زوجتك هي الظلمة وبليس سببها. ذاك الزوج راح لعند يوسف هدار اكتن سر زليخة بلغ تفضحها وراح لزوجته قالها ادعي باستغفار ونبهها على ذاك الذنب وخطيانها. انكشف ذاك السر وشاعت الخبر انفضحت زليخة بين اهلها وناسها. الخديمة خبرت زليخة وقالت ماذا صار الناس راهي كثرت عليك حديثها. النسوان قالوا عليك هذا عيب وعار كيف مرت الوزير تعشق في خديمها. قالت زليخة لنسى آه يا حبار اللي لمتني يجي للبيتي ونشوفها ونعيد لها سبتي في عشق الخنار ومحبتي ليوسف ما لقيت شي حدودها. حضروا لي هنسوان شابات والصغار قالوا نحشموا زليخة ونكشفوها. رحبت بنسى بالكرامة واعتبار والحقد ملك قلب زليخة فناها. من بعد ما كرمتهم بطعام والأثمار قالت خذوا تفاح ريحته يا محلاها. قالت نسى كيف ناكلوا تفاح بلا تفشار أعطت زليخة الموز قاطعين لضيافها. أمرت يوسف وقالت ادخل يا المسرار أمرت يوسف وقالت ادخل يا المسرار ادخل يوسف باهي بلبسة يا محلها. دهشوا حين شافوا ذاك الزين السحار قطعوا يديهم وديك الفاكية نسوها. قطعوا يديهم وديك الفاكية نسوها. قالت زليخة آه يا عذرة الحبار انظروا مجرى بيديكم الدم كساها. عليه قطعتوا لحمكم وما جبتوا خبار وانتم لمتم زليخة كيبليس غواها. عليه قطعتوا لحمكم وما جبتوا الخبار وانتم لمتوا زليخة كيبليس غواها. قالوا سبحان الله على ذي الزين السحار هذا ملك جام الجنة ورياضها. النسوان قالوا لزليخة آه يا ستار انتي ما عليك لوم وحنا قلوبنا سبها. نتكون نسوان ليوسف وقالوا بالجهار وين تعدي حياتك احنا يا معاها. نازر معك يلو في البر والبحار
نفدو ليك حياتنا وانت مولاها. صلاة على محمد شارق نوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. صلاة على محمد شارق نوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. قالت زليخة ليوسف آه يا المسرار تدخل السجن وإلى نسى تعيش معاها. قال يوسف السجن هو اللي نختار ياك الأنبياء محال تعصي مولاها. قالت زليخة العزيز خذ القرار السجن يوسف والعذراء تبرم هو لها حتى ننساوه الكل وتزول الضرار ويكف علينا الملام ويزول حديثها. سجنوا سيدنا يوسف وداروه في حصار زين يوسف نور السجن من ظلامها. صبحت زليخة تخم عليه ليل والنهار ما تذوق قوت ولا شراب فقد نومها. باكي عليه ودموحها تسلكي المطار لونها ذبال وصفار طالت حزانها. في السجن يوسف أحمد مولانا ستار كي نجمدو خنسا وعمالها. يوسف يدعي في المسجونين باستغفار ويقول ديروا الثقة في الله لا تنسوها. صبحت عنده معجزة من عند مولانا الجبار في تفسير المنامات ومعانيها. في ذاك السجن دخلوا ليه زوج رجال كبار في ذاك السجن دخلوا ليه زوج رجال كبار خدامين السلطان في ماكلته وشربها. واحد منهم خباز نام فوق راس الطيار ياكلوا في الخبز وتغدي في نفسها. والتاني الساقي شاف الخمر في يدو عصار جاليه السلطان داتو بشراب سقاها. للتنين حدو يوسف باللي جرى وصار قالوا له قصرنا الرؤيا اش حسابها. قال يا حبابي خدوا تفسيروا الخبار هذه امور الله لازم ترضوها. قال الساقي ربي رزقك يا خمار تنجاو ترجع لك السلطه وحكمها. وقال الخباز انت رد عليك القهار مكتوب عليك تموت هذا هو حسابها. يوسف قال الساقي نرسلك بالشار ولعند الإناي ونعند الملك أدي الخبر وعيدها. يوسف قال الساقي نرسلك بالشار ولعند الملك أدي الخبر وعيدها. قلوا راه موجود واحد باري من العار متهوم ومنسي في السجن وظلامها. قالوا إذا نجيت وطالت لي العمار غير نوصل للسلطان حكايتك نعيدها. شرعوا دوك الزوج وخذوا عليهم قرار سرحوا الساقي وقتلوا الخباز بحكمها. والساقي ولا السلطان ونسى الخبار تركوا في السجن وحياة يوسف خلاها. قعد منسي وحداني حد ما جابلو الخبار 6 سنين بالعدد في السجن عادها. 6 سنين بالعدد في السجن عداها حتى نزل سيدنا جبريل وعليه كان له بالشار. قالوا عن قريب تخرج السجن وحصرها. السلطان المصر شاف الرؤيا عقله حار واد النيل الكل نجف من محانها. قعد منسي وحداني حد ما جابلو الخبار 6 سنين بالعدد في السجن عداها حتى نزل جبريل عليه وكانو بالشار. قالوا عن قريب تخرج من السجن وحصارها. السلطان المصر شاف الرؤيا عقل نحار
ودني الكل ناشف من ماها. خرجوا من ذاك الواد النجف سبع بقار ملكين القوة والصحة بكمالها. وخرجوا من ذاك الواد النجف سبع بقار الكل ضعاف من الجوع وضعاف من جسدها. ندوك ضعاف من الجوع ياكلوا في الكبار تقطع في لحمهم وتشرب من دمها. والسلطان في منامو فزع باللي جرى وصار دهشان كيف ضعاف تاكل السمان والحما. ونبت في داك النيل سبع السنابل الخضار وسبع السنابل يبست جات وكلاتها. استيقظ الملك من داك النوم حار ويقول اش حكاية الرؤية وحكمها. لم جميع المفسرين كبار وصغار ولم جميع العلماء والفقهاء دار لهم حضرة وقال لهم خذوا هذا الخبر. عاد عليهم المنام وقال لهم فسروها. حاروا في داك المنام دوك الحضار حد ما عرف يفسر اش معناها. صلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الدنيا وسكانها. صلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. صلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. صلاة على محمد شارق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. استيقظ الملك من ذاك النمحار ويقول ايش حكاية الرؤيا وحكمها. لم جميع المفسرين كبار وصغار ولم جميع العلماء والفقهاء دار لهم حضرة وقالهم خذوا الخبر. عاد عليهم المنام وقال فسروها. حاروا في ذاك المنام دوك الحضار حد ما عرف يفسر اش معناها. الساقي جاء في بالو يوسف التذكار قال السلطان كاين من يعرف لها. وصاني عليك ونسيتو من الافكار بالي من عملو مرمي في السجين وهو لها. غير هو من ينجم يكون لك عبار. نديه وتشوف كيف منام كيف سرها. السلطان قالو حتى منام يغطار. نسيت كل ما ريتو كيف يعيدها. لكن روح سل عليه وشوفو هاد النهار. وقضيتو اليوم يلزم يتم حسابها. ذاك الساقي زار يوسف وطلب بعدار. قالوا اسمح لي وصايتك مدة نسيتها. حتى اليوم جيت في بالي وجيتني في الفكار. لأن الملك واحد الرؤيا نامها حد ما نجم في ذاك المنام ياتيه بخبار. وراهي غابت من عقله الكل نساها. فكروا سيدنا يوسف في ماذا نام ادهش وحار. وراح يجري للسلطان ندلو خبرها. اتعجب ذاك السلطان بدون في الخبار. احكم جميع الوزارة ليه الرسل لها.
راحوا باش يجيبوه في القصر يكون حد دار. دخلوا ليه ما بغى يوسف يخرج منها، قال لهم روحوا للسلطان ودولوا هذا الخبار. أنا باري ويلزم نظهر حقها، حين ظهر برأتوا بين الناس الحضار وقدام النسوان من قطعة يدها. قالت زليخة أنا سبب في ذي الغدار، لأني هدر الحق وأنا ما حملتها، أخرج من السجن وصحابه باكين جهار، ودعا الله الغالي يعطف قلوبها، أعطاوه ثياب لبسو زهالهم البزار. قالوا هذا من السلطان اللي كهدها، مشات بين يديه دوك الوزارة كبار، حتى الحق القصر ودخل ببانها، استقبل به السلطان ادهش في زين وحار، وقال ما عليهم اللوم دوك النسوان من قطعت يدها. منين جيت انت يا الزين يا باهي المنظار؟ قالوا من أرض فلسطين الباهية بجمالها، أنا بن يعقوب وإسحق والخالي لله القهار. السلطان قالوا أش رايك في منامي نسيتها؟ قالوا ريت واد النيل النشف وسبع بقار، ضعاف ياكلوا في السمان وتشرب من دمها، وريت سبع سنابيل الكل خضار، وسبع سنابيل يبسا جاتو خلاتها. ادهش السلطان وقال له كيف جاك هذا الخبار؟ كيف علمت بالرؤيا؟ قال له وين شفتها؟ قال له سيدنا يوسف هذا وحي نزل من عند القهار، سيدنا جبريل في السجن اللي عادها. السلطان تقدم ليه وجهود بل وصفار، وقال له اش رايك في منامك وحديثها؟ السلطان تقدم ليه وجهود بل وصفار، وقال له اش رايك في منامي وحديثها؟ قال له خود هذا التفسير وخود العبار، لان الله الغالي نبهك لا تنساها، الصلاه على محمد الشارق الانوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكانها، الصلاه على محمد الشارق الانوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. قالوا خود هالتفسير وخود العبار، لأن الله الغالي نبهك لا تنساها، بعض أيام يجوك سبع سنين غير بشار، الخير يملى بلادك ويكفي ناسها، من بعد يجوك سبع سنين الكل شرار، الجفاف يضيع ناسك ويحطم سكنها، لو ما تدير حسابك مليح داك النهار، تموت انت وناسك وجيوشك بكمالها. خلع السلطان وقال ليوسف كل اللي دبار، اش حل القضية كيف سلاكها؟ قالوا لم جميع الناس كبار والصغار، من اليوم يبدأوا يحرطوا في الارض وقطارها، ويلزم تجعل عساس ويراقب فيهم ليل والنهار، على خير البلاد وخازن تمالها. قالوا السلطان بالله عليك يا بشار، طيع أمري بغيت نجعلك مسؤولها، طاع الأمر سيدنا يوسف الحين خدا قرار، المرجال وتبعتهم حتى نسوانها، يحرطوا في ذيك الأرض ليالي ونهار، ما ظهر عليهم التعب ما حسوا بشقاها، حين كملوا الكل بناوا مخازن كبار. السلطان استعجب في عمل يوسف كي شافها، استدعاه وقال وراني خديت عليك قرار، عوضتك في مكان العزيز تاخدها، لان العزيز اصبح شيخ بالاخبار، في مكان تسير البلاد وحكامها، يوسف حمد وشكر مولانا الجبار، كي اصبح رئيس الوزارة ومخازنها،
ثلث شهور بعد مات العزيز يا حضار. أراد الله يفارق زليخة وجمالها، بدأوا يدخلوا عوام الخير بلا تحيار. حصدوا الزرع وفي المخازن الكبار خبوها، 7 سنين بتمام جازوا بلا ضرار. الناس متمتعة وفرحة بحياتها، لحقوا سنين الشر خرجوا الكل من ديار. كبار وصغار هيمة ما لقتش قوتها. يوسف حلبة يوسف حلبي بندوك المخازن كبار، خرج دوك الخيرات ويوزع فيها، حتى حد ما ضاع من دوك مدون ودجار. الناس الكل فرحت بيوسف وعملها، سيدنا يوسف شاف زليخة معمية من البصار. سيدنا يوسف شاف زليخة معمية من البصار، الغلام صغير شيدها ويمشي فيها. الصلاة على محمد شارق النوار، عداد ما تكون الدنيا وسكانها. الصلاة على محمد شارق النوار، عدد ما في الكون الدنيا ومسكنها. وحيها بسلام الجبار، ردت سلام عليه وبدا يحدثها. اشرى بيك لون كدبال وصفار، قالت انت سببه لي وشقار، غير اذا صبحت زوجة لعندك في الدار، باش يكفو حزاني وكيات ضرارها. كيف تصبحي زوجتي وانتي سبقتيني للعار، اتهمتني ورميتني في بواب سجانها. وين جمالك يا زليخة غاب وطار، اصبحتي عجوزة وعمياء قولي كيف حلها. انزل جبريل سيدنا يوسف وقالوا يا صبار، رب الغالي راه امرك بزواجها. سيدنا يوسف تزوج بها وبرات من البصار، نزلوا عليها المحان وعدات جمالها. خاوت سيدنا يوسف 10 للمصر جو زيار، طالبين من الحكم ديك البلاد قوتها. شافهم سيدنا يوسف عرفهم بدون تنكار، وهما نسيون وغاب لكم بلها. شافهم سيدنا يوسف عرفهم بدون تنكار، وهم نسيون وغاب الكل من بالها. نادى يوسف وقال خوتو يا حرار، اش جابكم لمصر واش تحتاجوا منها. قالوا له بالله عليك يا زين الخمار، طامعين تعطونا القوت لبلادنا ندوها. جينا من بلاد فلسطين اهل الحرار، في 11 خوا قاصدين مصر وبطانها. قالهم ماني نشوف الى 10 بالبصار، قالوا له كنا 12 ونهلك واحد فيها، والاخر عند بابنا حارس عليه من الاخطار، خايف من ديب ياكلو حياته يفنيها. كما وقع الخوه يوسف وحنا يا صغار، كلها الديب وبقات مشتو بالدم عليها. قالهم راكو تقولوا كما خوه يا كبار، وانتم اش يجيكم هذا بتمامها. قالوا حنا في 10 من ام وحده بلا غيار، هو ويوسف امهم الراحل اسمها. هذه حكايتنا بالله منعنا من الشرار، لان حتى بلادنا الجفاف دخل لها. قال باش نتاكد ونصدق هذا الهضار، جيبوا خوكم ونكملوا طعام وكيلها. مشاو لباباهم وقالوا يا هذا الخبار، واحد زين في بلاد مصر يسيرها، وقال يلزم خونا يكون عنده حضار باش يفدينا طعام ويتم بحسابها. قالهم تعهدوني يا ولادي برب القدار، تروحوا وتولوا به بعد زيارها، وننصحكم يا ولادي بالكم من العار، ما تدخلوش باب وحده لا تنسوها.
في هدش رجعوا عن يوسف المسرار. القاوه قاعد في زربة أسعد من شافها، يا أمور يخدموا بدون تكرار. السمع والطاعة قايمين بتنفادها، قالوا له رانا جبنا لك بنيامين من الدار، هذه أموركم ما بتنفادها. صلاة على محمد شارق النوار، عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. في حداش رجعوا عند يوسف المسرار، القاوه قعد في زربة أسعد من شافها، يا حمر في خدامه بدون تكرار. السمع والطاعة قايمين بتنفادها، قالوا أرانا جبنا لك بنيامين من الدار، هذه أمور قمنا بتنفادها. قال يوسف وفيتوا بالعهد يا حرار، خذوا طعام الباقي كلمتوا فاها. رحب سيدنا يوسف بخوه بنيامين يا حضار، وقال له حدثني على فلسطين كيف حولها. بدا يحكي بنيامين على الإجرة وجار، قصة يعقوب ويوسف وخاوته حكاها. قال بنيامين على يوسف ليلي صبار، من فراق عيون بابا البكاء عماها. بكى يوسف وقال بنيامين كن بشار، انا اخوك ويلزم هذه الحال تنساها. تعانقوا الاثنين باكين وحامدين القهار، وارتاحت قلوبهم من الفرحه سالت هوالها. قال يوسف باش تبقى عندي لازم تدبار، نتهمك بسرقه ونشوف حسابها. الصلاة على محمد شارق النوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. الصلاة على محمد شارق النوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. قال يوسف باش تبقى عندي لازم تدبار، نتهمك بسرقة ونشوف حسابها. ساقية من الذهب خيرها وخطار، ودرها في شكارة بنيامين وخباها. قال يوسف للحراس قبل ما يسيروا هاد الحرار، فتشوهم ساقية الذهب انسرقت الدوها. نطقوا الخاوة وقالوا هذا عيب وعار، كيف بعد كرام اهل مصر نسرقوا حكمها. قال يوسف ايش جزا السرق والغدار، في فلسطين السرقة ايش هو عقبها. قالوا السرقة في فلسطين حرمها القهار، والسرق يخدم المسروق سنة بكملها. قال يوسف تشوهم هذا هو القرار، والسرق يقعد عندي سنة بتممها. فتشوهم والساقية ملقوها ملقوا لهاش قطار، إلى بنيامين اللي نجا من تفتشها. قالوا الخاوة هذا عيب ما فيهاش تنكار، احنا فتشتونا وبنيامين سلك من هوالها. بلاش بغيتو تنجوه من العيب والعار، احنا متأكدين باللي هو اللي داها. اصرخ كما اخوه يوسف وحنا يا صغار، وفضحنا في ارض فلسطين ونسها. اغضب سيدنا يوسف حين سمع دوك الخبار، قال فتشوه باش يكفوا من القول وحديثها. فتشوه بنيامين والساقية بنت جهار، فرحوا خاوته والفضيحة ليه تمناوها. قال يوسف هذا هو الحكم ورث القدار، تقعد عندي خدم سنة بكمالها. قالوا موحان تركوا بنيامين يا المسرار، لو يسمع بابنا كيتو كيف يتصدى لها. واحد من خاوته قال نخدم وقت العمار، اطرق بنيامين وخاوتي تسير في حالها. قال يوسف انا من خلفش وعد الجبار، بنيامين قاعد خدم ليا سنة بكمالها. حين وصلوا ليعقوب بحكوا له ماذا صار، كيف بنيامين سرق وقعد وخيمها. تبكى يعقوب على وليده ودموعه غزار، وطلب الله يكف عليه المحال ويزولها. قال ولاده خذوا هذا الكتاب يا حرار،
أرجع بالمصر وشوف وحكيمها. إذا كان الحاكم يمن ويعبد القهار يسمح البنيامين والحرية يشوفها. حين وصلوا لمصر عند يوسف المسرار حروف هذا الكتاب بابنا لك هداها. اقرأ الكتاب وقال سبحان من لا تخفاه سرار، سبحان من يعلم ما في الدنيا وغيوبها. بكى ودموع وتهطل وتسيلك المنبار، قال الخوتو أنا يوسف زاد دهشها، قال الخوتو أنا يوسف زاد دهشها. أنا اللي دفكتوا عليا وحنا يا صغار، أرميتوني في بئر وظنيتوا الموت لقيتها. لكن الله كان معايا سبحانه هو الجبار، رغم محال عبادة الله محال نسيتها. بكاو خوتي وقالوا يا يوسف كن لنا غفار، وهذه الأفعال احنا محال نعودها. اسئل على بابه وقالوا له تنعمة من الأبزار، ادولوك مشتي ديرها على عيني ويلمى. انطق الكبير وقال انا نديها يا بشار، كما ديتها له كي كندم كاسيها. خداخوهم القمجة وقبل ما يوصل للدار، يعقوب شم روايح الجنة يا محلاها. وعلم بحياة يوسف قلبه كان خبار، والبشارة بنجاة يوسف كان يستناها. حين وصل وليده قال يا بابا خذ الخبار، يوسف وليدك حي وقمشته اللي كتبناها. امسح بها عيانك تعود تشوف من الابصار، تعود لك الصحة وتشوف الدنيا آية مبهاها. امسح يعقوب قمشت يوسف يا حضار، في الحين الصحة والنظر بأمر الله القاها. أحمد يعقوب وراء وركع المولانا الغطوار، طلب الغفران الولاد والمحال نساها. قال يعقوب سير معايا بإذن الله القهار، للمصر عند يوسف سيفتو نشوفها. يعقوب رجع للمصر يشوف المسلم، أنحرم عليها أوام في محال عدها. ويوسف متشوق يشوف بابه يا حضار، دار له استقبال بشرى يا معظمها. عسكر بخيول وجيش ووزارة كبار، رجال ونسوان الكل خرجت من دارها. حين وصل يعقوب لمصر قلبه زاد فيه نار، كي شاف سيدنا يوسف دمعته قوات يا مغزرها. يا عباد اش من القلب يكون صبار، على الوالدين تبكي العين يا مدواها. يا عباد اش من القلب يكون صبار، على الوالدين تبكي العين يا مدواها. من بعد العيش الجحيم والاعتصار، من بعد فراق القلوب بالفرحة لقاها. من بعد يام البلا ويام الأضرار، عيوني يعقب من العمى دواها. بسم الله الجليل القدير الغفار، تميت القصة وفي الكتاب موجود معناها. عبد الملك طالب من الله الغفار، يخفف علينا الضر الدنيا ولها. منين صعبت لي هذه الأبيات والأشعار، ومنين غابت لي القافية وميزانها. ساعدني صديقي الشاعر أحمد برار في نظم هذه القصة وانسجها. 23 في رمضان تميت الخبار، 1405 تميت حديثها. استغفروا يا إخوان وخذوا هذا العبار، سبحان من فارق العظم ويلمها. سبحان من يرزق الخير من بعد الاعتصار، سبحان من يحيي الروح من بعد موتها. سبحان من دوى يعقوب
وش فهم الأبصار سبحان سيد يوسف وحياة الجاه الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في كل الدنيا وسكنها عثمان وعلي وفاطمة وولادها الصلاة على محمد شارق النوار عداد ما في كل الدنيا وسكنها والرضا على أبو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولادها بسم الله نبدأ هذا القول يا حضار خذوا هذا القصة نعيد خبرها الحديث موجود في كتاب الله الجبار في صورة سيدنا يوسف يا ناس قريتها الصلاة على محمد شارق النوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها والرضا على أبو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولادها الصلاة على محمد شارق منوار عدد ما في كل الدنيا وسكنها أو الرضا على أبو بكر والسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولدها بسم الله نبدأ في القول يا حضار خذوا هذه القصة نعيد خبرها الحديث موجود في كتاب الجبار في صور سيدنا يوسف يا ناس قريتها على محمد شهر النوار عداد ما في كل الدنيا وسكنها والرضا على أبو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة وولدها على محمد شارق منوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها أو الرضا على أبو بكر وسيد عمر عثمان وعلي وفاطمة أولادها